بسم الله الرحمن الرحيم. وكأن نهر الأحزان لا يريد أن يفارقنا. النهاردة يوم صعب على كل المصريين، مش بس على أبناء الصعيد، الغلابة الشقيانين تعبانين، كل مواطن على أرض بلدنا عاش المأساة بكل تفاصيلها، من رئيس الدولة اللي تابع حادث قطاري سوهاج من لحظاته الأولى، وحتى أصغر مواطن. كلنا قلوبنا اتوجعت، شبابنا وأهلنا اللي راحوا شهداء للحادث المأساوي، المصابين اللي بيزيد عددهم كل شوية، كل دول ولادنا وإخواتنا. الشاب اللي كان بيصرخ بيطلب الإنقاذ من جوه عربية القطار المحطمة، والست الصعيدية الغلبانة اللي راحت تستجدي وتقول تعال طلعني يا وليدي، بعد أن أصبحت بلا حول ولا قوة. كلها مشاهد أوجعتنا، رسمت حفر عميقة جوه قلوبنا. الكارثة كبيرة والمصيبة أكبر، وكل مصري حاسس إن اللي استشهدوا واللي أصيبوا دول خواته ومن بين أهله. عشان كده شفنا شهامة أبناء الصعيد في سوهاج، من الصومعة وطهطة والمراغة وكل قرى ومراكز سوهاج، من كل مكان اتجمعوا في مكان الحادث عشان يشاركوا في انتشال الضحايا وإغاثة المصابين. مصر النهاردة كلها كانت على قلب رجل واحد، من الرئيس للمواطن. كل الأجهزة اللي وصلت لمكان الحادث بعد دقائق معدودة من حصول التصادم بين القطارين. تكليفات رئيس الجمهورية ما تأخرتش، سواء للإنقاذ أو لمحاسبة المقصرين. رئيس الوزراء وبصحبته خمس وزراء توجهوا لموقع الحادث فورا. النائب العام توجه بدوره على رأس وفد رفيع المستوى للتحقيق. محافظ سوهاج والمسؤولين بالمحافظة كانوا في مكان الحادث بعد ما محافظ سوهاج قطع زيارته، لأنه كان موجود في القاهرة وسافر على الفور. شهامة أبناء الصعيد كما هي عادتهم، الألاف منهم تجمعوا أمام المستشفيات للتبرع بالدم. طوابير طويلة وقفت لتؤكد الأصالة في وقت الأزمات. شعب طيب وأصيل لا يعرف سوى التضحية من أجل بلده. النهاردة شفنا الدولة المصرية واحدة واحدة بكل أولادها بكل رموزها، وقفة نبيلة يسجلها التاريخ في الحوادث الكبرى اللي احنا بنتعرض ليها. ايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ هنكون معاكم النهاردة لمدة ساعتين عشان نسمع ونطرح الأسئلة ونرصد التفاصيل، نقدم لكم الإجابات من خلال شهود العيان وكبار المسؤولين، لأن القضية دي لا يجب أن تؤخذ على علتها. أنا عايز كل مواطن مصري ينسى الشائعات والأكاذيب والإدعاءات بالتقصير، وينظر للحدث وأبعاده ولماذا جرى ما جرى. هل هناك تقصير؟ إذا كان هناك تقصير فليحاسب المقصر. إذا كان هناك أزمة أو مشكلة نعرف أسبابها. إذا كانت الدولة تراخت نقول هذا الكلام، ولكن على أرض الواقع سنرى الصورة، لأن اللي ماتوا دول أهلنا وناسنا وقرايبنا ومصريين زيي زيك. إيه اللي حصل؟ لماذا حدث ما حدث؟ خلونا نتأمل في البداية. النهاردة بعد ظهر اليوم وأثناء صلاة الجمعة، المكان قرية الصوامع المترامية الأطراف التابعة لمركز طهطة. الشوارع تكاد تكون خالية من المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في مساجد القرية. المسافة بين الصوامع ومركز طهطة لا تزيد عن 3 كيلومترات. البيان الأولي
للسكة الحديد كشف أنه وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز القطار 2011 مكيف أسوان القاهرة سيمافور 709 حيث اصطدم بمؤخرة آخر عربة بالقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة القطار 157 المتوقف على السكة الحديد وانقلاب جرار القطار 2011 مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا. أيا كان الأمر فإن هذا البيان كان رسالة تعكس حقيقة ما جرى. المستشار حمادة الصاوي النائب العام على رأس وفد رفيع المستوى توجه على الفور إلى موقع حادث تصادم قطاري سوهاج. النيابة العامة أصدرت بيان دعت فيه كافة الجهات بالالتزام بعدم إصدار أي بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، خاصة وأن النيابة العامة بدأت في تولي التحقيقات لكشف حقيقة وقوعه. السيد وزير النقل مهندس كامل الوزير كان أول من أبلغ رئيس الوزراء بالحادث الذي أبلغ بدوره السيد رئيس الجمهورية. الرئيس السيسي أصدر قرارات صارمة منذ البداية للتعامل مع الأزمة، تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث، تكليف الجهات المعنية بكشف كافة الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات، انتقال رئيس الوزراء وبرفقته وزراء الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل والتعليم العالي والتنمية المحلية عدد كبير من الوزراء، تكليف القوات المسلحة بالمشاركة في نقل المصابين والرعاية الطبية، لجنة المواصلات أيضا على لسان رئيسها النائب علاء عابد أعلنت عن تشكيل وفد من أعضاء اللجنة لمتابعة أحداث قطاري سوهاج تمهيدا لعقد اجتماع موسع خلال الفترة القادمة لمناقشة الأمر عقب الانتهاء من تحقيقات النيابة. اللجنة بتضم عدد من زملاء النواب في عضويتها النائب محمود الضبع اللي هو وكيل اللجنة رئيسا للجنة المصغرة، بتضم النواب حسام عاشور أحمد سعد مصطفى محمود، حيث بدأت في ممارسة مهامها على الفور.